عامر لبيه لبيه يا صوت دعاني وقلت له سم خذ وروح جيب المقاضي. طيب والقروش؟ ادفع من عندك وبوك بيحاسبك بعدين. يما سلامات، الحين عليكم 64 ريال ما اعطيتوني اياها. استح على وجهك، روح جيب المقاضي. يا ليت سوق الذهب يفرش حرير. اوف 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 اوف، وش ذا يا ولد؟ لكن جت بوقتها. تموينات. الو، هلا والله. عطنا بالله 4 زبادي واثنين حليب وواحد لبن، واحد خبز مفرود وواحد خبز صامولي وواحد صدور دجاج بدون عظم. اتحداك يا شيخ. البيت رقم 22000. سريع سريع ها. وين الخضار الحين؟ الخضار مشاوي سباكه بدون انكحه. لا لا، ما نبي نعيس. هذا الخضار. الو، هلا والله. بالله تكفى، ابغى واحد كوسه واحد خيار وواحد جزر وواحد بقدونس واثنين بصل اخضر وواحد ثوم. ايه كلها اسطول. اتحداك سريع سريع. البيت 22000. هلا والله. اتحداك الاوبشن البطل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابوي ايش فيك انت بالحوس؟ ما فينا. طفطف الدباب طفه. هلا بالعيال، كم حسابك؟ 49. 49؟ سم تستاهل هذه 50 ريال. سلمت. وانت كم حسابك؟ 30. 30، خذ هذه 35. شكرا يا عمنا. انتبه للطريق شوي شوي ها؟ عليك. الله يستر عليك. سمي يمه، هذه الاغراض كلها. ما شاء الله، بهالسرعه؟ ابدا، انت اطلبي وحنا نجيب لك الطلب، لو تبين سطح حضرناها. كفو. كفو سطين. جيب اشوف. سم. ايه كدر 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 لقاني ايه؟ جي فلوس جي فلوس جي فلوس.
शीशा पीने आके जीने आ दुनिया तो की लेना शीशा पीने आके जीने आ दुनिया तो की लेना अधी तारी तेरी याद सतावे रातां नू नींद ना आवे धड़कन हुण रुकी जावे सोनिए शीशा पीने आके जीने आ दुनिया तो की लेना शीशा पीने आके जीने आ दुनिया तो की लेना جرايه يا استاذ انت هو انت كل ما تلاقيني بحط اعلاناتي في مكان تيجي تلزق اعلاناتك في نفس المكان شوف انا من جيبي شايفك انت قاعد تلصق في العمدة دي حقتي انت داير شنو يا بص بقى المنطقه دي بتاعتي شوف لك مكان تاني حط فيه اعلاناتك وسيبني انا استرزق هنا يا اخي شوف يا زول هي ارض الله واسعه امشي جد امشي جد مش همشي من هنا شوف لك انت مكان تاني امشي فيه يا اخي امشي جد امشي جد لو ما مشيتش انت مش عارف يحصل لك ايه خير خير يا الحبيب انت وياه سلامات ايش فيكم احنا نحكم الراجل المحترم ده بص يا استاذ الاخ ده كل ما شفنا حط اعلاناتي في مكان يجي هو يجيب اعلانه ويحطه في نفس المكان يا ابن الحلال الدنيا ارزاق والرزق من عند الله وكلنا بياخذ رزقه سبحان الله الزول ده بيتكلم كلام نظيف خلاص وانا راضي بحكمه عطل عطل اتفضل خلاص سبحان الله خلاص ايه خلاص ايه ده ايه ده ايه ده انت اشمعنى هو اعلانه فوق وانا اعلاني تحت انتوا مع بعض ولا ايه همشي قد أقول يا أبو عامر الشيف هذا مستوصف مسوي تخفيضات على ابتسامة هوليوود ودي أروح أزين ضروسي هوليوود مرة واحدة لا إله إلا الله ما بقى بالعمر قدر ما مضى وبعدين اسمعي أنا ابتسامة منفوحة ما عجبتني خليت عليها يبا هذا صالون وعامل التخفيضات تكفى أبي أروح لهم يا حبكم الصوالين والروحة لما دي وشوها تزين الشعر اسمي عاد وعلى ما تصلحوا نفسكم أنتم وترتاحون وتتركون عنكم هالخرابيط هذه كلها لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله فاهذلونا نبي ونبي نبي ونبي خل البيت له هو اللي فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبي ونبي نبي ونبي خلني ارتاح بنفسي إنا لله لا حول ولا قوة إلا بالله حتى السيارة الإنسان ما منهم بسم الله أنا متجوع أبغي عشاء إيه ترى كبثرتنا ما غير تجي بالاستراحة تاكل عندنا ما عندكم مطبخ بالبيت ياسر عند أبوك أبغي عشاء ورا ما تسكت شوي شوف موتي صار له 3 أيام واقف ومبنشر شوف غيري أنت أرجلهم يا شوكش روح جيب لنا عشاء لا ما عليك هم أرجل مني بيتزا أبغى بيتزا تعمل ايه عندك؟ اشتي ترزق الله يا باشا ما لقيتش مكان تسترزق منه الليلة؟ وكفيل موصيني هنا يا باشا كفيلك؟ طب يلا حبيبي خد الورق ده يلا واتكع على الله انت وكفيلك ليش انا طابع اللي وراك بوجهك يا باشا؟ كمان مش عاجبك وبتقل ادبك؟ طب يلا ادخل من هنا بقى يلا يا عم
بس ماخذ كرتين صفر المباراة ذيك. اي حيتوقف المباراة. حسبي الله عليهم. انت هذا جزاتي يما مسوي فيكم خير. وش خيره وانت مخربها بالثلاجه؟ عشان ما تقولون تعال يا عامر، راح جيب يا عامر، وينك يا عامر؟ طلباتكم كلها موجوده على الثلاجه، اتصل يصل. اسمعوني زين، تراي والله احذركم من هاللصقات هذه اللي على بيبان بيوتكم، ترى والله فيه من يستغلها بغرض السرقة. سرقة؟ وشلون يعني؟ ايه انا كنت مسافر قبل يومين، وقبل ما سافر مخلي لمبات الحوش والعة عشان اعطي احساس اللي بيطب ولا شيء في بيت احد. ايه اسلم اسلم اسلم، اثر الحرامية اطلعوا وذهب مني. وبعدين وبعدين؟ ايه وبعدين يعني بعدين شالوا من هالذهب وشالوا من هالاغراض اللي في البيت و... سرقوها كلها حسبي الله عليهم، حتى بيت رب العالمين ما سلم منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا الموضوع زاد عن حده. هذول ابنشونا وبهذلونا باعلاناتهم. هذول وجيههم غسوتهم مرق. والله انك صادق يا ابو عامر. هذول ما يمسكت عليهم ترى ما يستحون على وجيههم ولازم نشوف لهم حل. يجون يتلصصون مثل القطاوه، يلصقون اعلاناتهم ويرخشون. الا والله الامر اصبح خطير وما ينسكت له. خلوهم علي. وش بتسوي؟ انا اوريهم. الو يا مرحبا ومسهلا. ايوه معك نقل اثاث. معك اثاث للبيع؟ طيب بالله ارسل للموقع. ايوه خلاص دقائق وانا عندك على طول يعني. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله بطش وبرش. أين الأثاث اللي تبي تبيعه؟ إيه تبي الأثاث؟ الحين تشوفه. كيلو باذنجان، كيلو كوسة، كيلو طماطم على طول. أيوه يا صديق، سرعة جلدي في واحد زبون كثير هنا. يبغى بيز؟ بيز. كبز؟ كبز. أيوه. يبغى حليب؟ حليب، واحد حليب ها؟ بارد، حليب بارد. الو؟ ايوه. ايش يبغى؟ ايوه.
مالكم علينا يا عمنا تربطونا هكذا ما عملنا لكم؟ ابثرتونا بلزقاتكم، كل ما نظفناها رجعتوا لزقتوها مره ثانيه. عمنا قال لزقوها دعايه، احنا مالنا دعايه؟ وش دخل ام جدران بيوتنا؟ لزقاتكم واعلاناتكم ذي لزقوها في بيوتكم مو في بيوت الناس، لا لزقها في جبهتك. اجلس اجلس هاي اجلس 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 هذا مفتاح الدينا، وانتم خيسوا هنا عند الكلاب وحنا بندزها الرياض. مشينا يا عيال. يلا. وش رايك؟ الله تعجبني عامر رباهم. خلنا نفتك من لزقاتهم يا شيخ. اركب بديتي. احنا شباب.